بتمنى ان حد يشوفهم ويروح يقول لهم عيد. طب ما اقول لهم انا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في فيديو منتشر النهاردة كله، منتشر على تويتر، ترند رقم واحد على تويتر. الفيديو ده عبارة عن شاب وفتاة قاعدين في مكان عام في الشارع، الشاب واخد البنت في حضنه، وفي مشهد غير أخلاقي بالمرة، وفي ست واقفة في البلكونة عمالة توجه لهم شتايم ولوم، وقالت للبنت مش هيتجوزك، وقالت ألفاظ نابية كتير جدا على البنت. الفيديو ده لاقى رواج كبير عبر نشطاء التواصل الاجتماعي عبر تويتر، منهم من أيد الست اللي بتكتم الناس دي، ومنهم اللي قال لو في قانون في البلد كانت الست دي اتحاسبت، في خليها اللي يعمل قال الست دي مكبوتة وبتطلع قرفها في الولد والبنت، وفي اللي دافع عن الولد والبنت، وفيه اللي اعترض على المنظر ده. الفيديو ده انتشر بشكل كبير جدا، وهو حاليا ترند رقم واحد على تويتر بأسماء كتير جدا، منها الفضيحة والفيديو المنتشر فعل فاضح وغيرها من الأسماء. فما رأيكم؟ اظن يعني الكلمتين دول، اظن لو هي عندها شرف هتزعل على نفسها.